امتى؟ في شهر 12. متابعينا الكرام، متابعين موقع بصراحة الإخباري، أهلا وسهلا بحضراتكم وصباح الفل عليكم وعلى كل منصتنا الإخبارية. معاكم النهاردة من محافظة بورسعيد ومن ديوان عام محافظة بورسعيد والشهر العقاري الخاص بيه، علشان نشوف إقبال المواطنين على التوكيلات، على إجراء التوكيلات الانتخابات الرئاسية القادمة في 2023. خلينا كده نكمل مع حضراتكم. طبعا في خلال الأيام القليلة القادمة، كل فترة بتخرج علينا اللجنة العليا الانتخابات الرئاسية بتصريحات جديدة وأخبار جديدة، ولكن الثابت فيها هو ميعاد الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها يوم والمقرر عقدها في شهر 12 الجاي، يوم 10 و11 و12 و13، وهيكون مكمل باقي طبعا الإدلاء بالأصوات الانتخابية سواء كانت خارج مصر أو داخل مصر، ويبقى فيه شروط كمان للي هيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية. النهارده احنا معاكم من احد الاماكن اكتر ازدحاما داخل محافظة بورسعيد، وهو الشهر العقاري الخاص بديوان عام المحافظة، علشان نتكلم مع الناس هنا ونشوف الدنيا كده فيها ايه وجايين يعملوا ايه النهارده. فخلينا نتكلم مع ست جميلة كده عندها 80 سنة ونشوف حاجة امينة، صح؟ نشوف كده هي جاية تعمل ايه النهارده. ازيك يا حاجة، عاملة ايه؟ مالك بس؟ اتمنى انت زودت كده، هنا 73 هنا 80. عندك كام سنه؟ طب قولي لي. 73. 73؟ طيب عرفيني كده بنفسك وجاي تعملي ايه النهارده؟ هي انا جاي اعمل توكيل يا حبيبتي. جاي اعمل توكيل عشان الرئيس. عشان الرئيس حبيبنا. انت قلت لي انت عندك ابن شبه الرئيس خالص، صح؟ والله العظيم. والله لو كان معايا صورته لكنت قلت شبهه خالص كده، درجة القرب كده كبيرة. دماغه او الشعر عنده 52، تقول هو ده. والله اقوله لو في يوم يقوله عزيز شبه بتاع رشحك وهتهلك. والله. طب تقولي ايه بقى للرئيس السيسي واحنا داخلين على مرحله جديده؟ اقول له ربنا يوفقك يا رب، وتكمل معانا وتكمل معاه، يوفقك في حياتك ويعينك علينا ويعينك على الشعب، ونمشي بيك لسكه الامان والامن اللي معيشه في امن وامان. احنا بيك بننامنا مطمنين ونايمين ومبسوطين، والله ما عيشنا في امان وربنا. محدش عايش فيه، شوف البلاد التانيه. انا لسه جاي اقول لك، يعني في ناس كتيره جدا ما بتبقاش يعني تحط راسها على المخده ما بتكونش مرتاحه. الحمد لله. دول تانيه بقى يعني بعيده عن مصر خالص. الحمد لله، احنا مصر دي النعمه، هو بينا بننام في امان، بننام في امان بيه ومطمنين بيه. هو بيعمل، هيعمل اكتر من اللي هو بيعمله، ربنا يعينه، لان هو في الاول وفي الاخر يعني شايل حمل ويعينه عليه يا رب. ويعدي بيني وبينه ورا الامان يا رب يا رب. ما نفسكيش في حاجه يا حاجه؟ لا نفسي احب الرئيس، ونفسي الدنيا تعيش في امان بس. ومحدش يقول ده الرئيس مش عارف ايه وايه 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 وايه. عايز الناس كلها تحبه ويقولوا الرئيس ده ما يقولوش الغالة، ما مش الغالة، الغالة على الكل، واخدة بالك؟ نفس الدنيا تبقى رخاء كده ونعمة وخير، واحنا بخير، احنا بخير ونعمة، بناكل وبنشرب وننام مطمنين. ودي احسن نعمة في الدنيا، والفقير بياكل فيها والغالي بياكل فيها. البلد دي غير اللي عايشين في الخبط والرزع والنار والدمار.
لا ده بتشوفي الدنيا بره و... لا الحمد لله الحمد لله ان احنا بعيد عن دوت كله الحمد لله ليبيا والعراق والكلام ده كله كله الحمد لله يا رب. ومصر بخير بيه ربنا ينصره ويقويه ويعين. تسلمي يا حاجه كتر خيرك. شكرا نورتينا. تسلمي. تمام لكم رمز زي ما حضراتكم شايفين كده الاقبال واحنا لسه في ساعات النهار الاولى على مقر الشهر العقاري في محافظه بورسعيد واللي تم طرحها من خلال اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه. وفي ثلاث اماكن بالظبط في محافظه بورسعيد جوه ديوان عام المحافظه وكمان في حي الزهور وكمان في المنطقه العامه للاستثمار عشان اللي حابب ينزل يعمل التوكيلات اللي انتخابية للمرشحين الموجودين حاليا. طبعا محافظة بورسعيد ومنذ اليوم الاول لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية وهي متصدرة المشهد بإقبال كبير للناس سواء كان من الناس كبار السن او صغيرين او حتى الشباب زي ما ظهر مع حضراتكم كده في الصورة. كل الاطياف تعتبر موجودة زي ما انتم كده ايه شايفين معايا. بصي يعني انا بحاول ابعد على قدر الامكان علشان تشوفوا الاقبال الموجود من الناس دلوقتي. كل واحد واقف بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام ومنتظر دوره ان هو يخش. يعني عايز اقول لكم ان هو في تنظيم عالي جدا لكل الناس حتى كبار السن اللي مش قادرين ان هم يمشوا في متوفر لهم كراسي متحركه علشان يخشوا بيها يعملوا التوكيلات اللي هم عاوزينها. طبعا عشان الناس اللي ممكن تحكي وتقول ان دي توكيلات عاديه بتتعمل لاي حاجه داخل الشهر العقاري، لا، مبنى الشهر العقاري في محافظه بورسعيد وبالتحديد داخل ديوان عام المحافظه مقسوم جزئين، جزء يخص التوكيلات الانتخابيه وجزء اخر يخص التوكيلات الاخرى. يعني الدنيا مش على بعضها زي ما الناس متخيله او متوقعه، كل حاجه منفصله ومقسومه عن بعضها. وانا مش عايزه اعكس الكاميرا الناحيه الثانيه لان دي خصوصيات ناس وما ينفعش ان احنا ندخل الدنيا في بعضها. احنا جايين نتكلم على حاجه معينه. بكره في محافظه بورسعيد هيكون في حاجه حضراتكم يعني هتنبهروا بيها جدا واحنا مش هنقول لكم عليها دلوقتي ولكن هنسيبكم تتفاجئوا بيها. هتلاقوا كل اطياف شعب بورسعيدي موجوده في الشارع بكره ولكن هتعرفوا ده وهتشوفوه بعينيكم في الشارع قد ايه البورسعيديه جدعان وايديهم في ايدين بعض ورجاله لاقصى حد زي ما انتم شايفين كده. توكيلات الانتخابيه وإقبال الناس عليها. بشكركم جدا متابعينا من كل مكان متابعين موقع بصراحة الإخباري. كنا معاكم النهاردة لليوم تقريبا الرابع من إجراء التوكيلات الانتخابية لكل المرشحين الموجودين داخل الانتخابات الرئاسية القادمة في 2023. بشكر حضراتكم.